كعادة قيادة التجمع اليمني للإصلاح بتعز بعد كل صلاة عيد يتوجهون مباشرة باتجاه المستشفيات لتفقد الجرحى والسلام عليهم والمباركة لهم بالعيد السعيد وتسليمهم الهدايا العيدية. نهنئ بمناسبة العيد أسر الشهداء أولا والجرحى، هؤلاء الجرحى الذين نزورهم في المستشفيات وهم هامة على رؤوسنا، هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم، هؤلاء الذين أوجدوا الأمن والاستقرار في تعز بدمائهم بأنفسهم، ولذلك نحن اليوم نزورهم ونهنيهم. الجرحى قضية تعز الأولى سواء لمن هم بالداخل أو بالخارج، حتى أصبحت اليوم قضية مجتمعية يطالب الكل بإنصافهم والالتفات إليهم لمعاناتهم الدائمة. هؤلاء الناس لا يمكن حل إشكالهم إلا إذا وجدت إرادة وإدارة، إرادة لدى المسؤولين وإدارة صادقة. على إثر ذلك ننجح إن شاء الله في الموضوع. توجد أيضا في الخارج لجان تحمل المسؤولية، هؤلاء اللجان يتقون الله في أعمالهم، يختارون من فعلا هذا الشخص الذي يختار يكون هذا المريض أو هذا الجريح كأنه هو. شملت الزيارة مستشفى الصفوة ومستشفى الثورة ومستشفى الروضة، وانتهت بزيارة مقبرة الشهداء وقراءة الفاتحة عليهم. وستشمل الزيارة بالأيام القادمة عدد من الجرحى وأسر الشهداء داخل المدينة وخارجها.